هذا البرنامج برعاية صباح الفل وصباح المهرجانات، واحنا لسه في البداية. احنا في الطيارة في طريقنا للأقصر، الأقصر حبيبتي، الأقصر اللي أنا بسعد بيها، المهرجان الجميل. الجلوفر جه مصر 4 مرات، مرة بدعوة من وزير الخارجية كسفير، ومرتين لمهرجان القاهرة، ومرة لمهرجان الأقصر اللي احنا فيها النهاردة، واحنا سعداء بيه وهنرحب بيه على الطيارة. داني، هلو. هلو هلو، نايس تو ميت يو ان ايجيبت اجين. Thank you. It's good to be back here. Fourth time? This is my fourth time. I was just saying, I came the first time in 1988. Because I went from Egypt to Ethiopia. No, Egypt to Kenya, Zimbabwe. I was just traveling around Africa. I was traveling for about 6 weeks. Zimbabwe, Cote d'Ivoire, Mali, and Senegal, and Niger. It was an Africa tour. Yeah. Before you come, you hear about Egypt in the newspaper and TV, and we have a problem in Egypt. You didn't afraid to come to? No, I'm not. I think there's a process that is happening here, and I think that is in. I think and feel that it's important that the Egyptian people have the first voice in the and decisive voice in resolving its own issues. What you know about Luxor? This is my first trip to Luxor. First time. I know it is the Valley of the Kings. We all know that. We all learn that. You know, I happen to be, as a young person, very young, did quite a bit of reading about Egypt, like 40 years ago. More than 40 years ago, because there was always this passion for Egyptian history, you know. And I spent some time, and at the time also I knew several men in the United States, professors who were Egyptologists, so they would often come on excursions to Egypt, you know. But yeah. طبعا احنا معنا سفير السياحة، وطبعا رجل السياحة الاول في مصر عمرو بدر على الطيارة. وعمرو هو مش صديق النجوم المصرية ولكن العالمية، كل النجوم اللي جم لمهرجان القاهرة، عمرو اللي كان بياخدهم رحلات الأقصر وأسوان كلها، وجميع النجوم العالمية يعرفوا من هو عمرو بدر. النهاردة برحب بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انت عملت لمصر حاجات حلوه كتير في السياحه، ومعانا داني جلوفر النهارده. ترشح له ايه الحاجات الحلوه اللي يشوفها؟ هو اول مره يجي الاقصر، واحنا جايين علشان ننشط السياحه اكتر منه كمان كمهرجان. لازم طبعا يشوف البر الغربي والبر الشرقي، وهو اعتقد انه عايز بكره يلف البلد زي ما بيقول لي متر متر، لانه هو زي ما قال لك ليه اصدقاء كتير بيشتغلوا في مجال الاثار والبحث والتنقيب، فهو مهتم جدا ان هو يتعرف على الاقصر بشكل كامل يعني في اليوم ده. What you can say now to the Egyptian in Nahar TV? See, a word for them. First of all, I want to thank you for another invitation to this great country. I'm excited about being here once again. I understand that through all the controversy that you have here, and it's quite a bit, it is not unlike the controversy that we see in other countries, but it will take the kind of passion and resiliency to deal with it and come to terms, and I pray, my prayers are with the Egyptian people. Thank you very much, and I hope to have a nice time in Luxor. I will.
وزي ما عودتكم دايما ان احنا بنكون معاكم لحظة بلحظة في كل مكان جميل. مهرجان السينما الافريقية بدأ النهاردة، كنا معاكم في السينما الاوروبية من شهرين، والنهاردة مع السينما الافريقية وضيوف جداد ومهرجان جديد في الاقصر. انا من عشاق الاقصر، وعارفة كمان ان اللي بيتابعونا على النهار بيحبوا الاقصر جدا، بيحبوا يشوفوا فيها كل حاجة حلوة. انا بحاول كل مرة انقل مكان جديد. احنا دلوقتي الناحية التانية من حتشبسوت، المهرجان اللي فات كنا في قلب حتشبسوت، صورنا انا وبوسي وسلوى خطاب. احنا دلوقتي دي حتشبسوت اللي قدامنا، احنا هنا الناحية التانية. بعد شوية على الساعة 6 هنروح على هناك، وهيكون الافتتاح، والسينما الافريقية مغيرة السنة دي وعاملة الافتتاح في معبد حتشبسوت، ودي اول مرة بيعملوا ده، وهيكون المعبد كله ورانا، وفي تلفزيونات عالمية، وطبعا كل التلفزيونات المصرية هتنقل الحدث. زي ما انتم شايفين الجمال والهدوء والسكينة والاوتيلات الرائعة اللي موجودة. احنا كنا بنصور دايما في الوينتر بالاس، قلنا نغير لان الوينتر بالاس فيه الطابع الملكي والاثري والقديم، ده اوتيل اخر مودرن، وفي الشكل الجديد بقى والستايل الجديد، تخش كل اوضة فيها سبا بتاعتها في قلب الاوضه، الجاكوزي والمساجات والسبا كله موجود في قلب الاوضه في الاوتيل هنا. حمامات السباحه هنصورها لكم، بس حبينا نصبح عليكم، نقول لكم صباح الخير، صباح مهرجان جديد، صباح مهرجان السينما الافريقيه، وكل سنه واحنا متجمعين في الاقصر. احنا بنصبح عليكم قبل ما نجهز ونروح على حتشبسوت والافتتاح مهرجان السينما الافريقية اللي الاول مرة بيتعمل في معبد حتشبسوت. خبيرة السياحة هلا صدقي، واللي لسه هيئة تنشيط السياحة كانت مكرماها لدورها الكبير، ويمكن هلا بتعمل مجهودات ما بتحبش تعلن عنها، ولكن اكتر من مكان في شرم الشيخ وفي الاقصر عملت حاجات جميلة جدا ليهم، من خلال انها جابت ناس من الخارج لحاجات للطيران وحاجات لجروبات وحاجات لوفود هنا، وايضا في شرم عملت حاجات للغطس ودعاية للغطس كبيرة جدا. يعني هالة ليها موضوع كده سياحي لوحده، فهي النهاردة هي اللي جايبانا في المكان ده، لان احنا دايما بتصور الناحية التانية وعند الوينتر بالاس وعند معبد الاقصر، فقالت لي لازم كل سنه يشوفوا حاجه جديده. صباح الفل. صباح الورد. تكتشف الحاجات دي منين؟ مهم قوي انك انت تدوري وتكتشفي. فاكره الاوتيل بتاع الفيوم اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا؟ مهم قوي انك انت، وفي في النوبه برضو اوتيل صغير برضو معمول بالالوان بتاعتهم وكده، ده برضو عايزين نبقى نروح نشوفه مره. مهم قوي، وبعدين عيب قوي ان احنا ما نبقاش عارفين تاريخ بلدنا، مش حلو مش كويس. وطبعا المجهودات اللي انت بتقولي اللي انا عملتها، بس للاسف برضو ما اسفرتش عن النتائج المطلوبه، لكن ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. احنا بنجتهد وكل واحد بيعمل خطوه، لو حصل نتيجه من يعني من 10 خطوات يبقى برضو ده حاجه. ان شاء الله ان شاء الله. بس طبعا احنا يعني انا دايما عندي مقوله كده بقول ان احنا في اغنى منطقه في العالم، مع للاسف ابسط شعب في العالم. يعني مش ممكن نبقى احنا في الاقصر ويبقى اهلها بيعانوا من الماديات، او يعني حاجه الحقيقه. انا اللي مضايقني وقفه المراكب الفاضيه دي، وقفه المراكب الصغيره دي، يعني دي اكتر حاجه مضايقاني، ان انا اشوف 1 2 3 4 5 دول بس هنا، غير اللي الناحيه الثانيه 5 مراكب فوق وخمسه تانيين الصغيرين مفيش، واشغال الاوتيل يعني سويمنج بول الصبح مفيش غير 3 4 اجانب، وهنا كمان اهي المراكب كمان، ادي 1 2 3 4 5 6 كمان واقفين. يعني ده مضايقني جدا. بس انا اسمعي يا بوسي، يعني انا عشان بس اقول الحق، احنا الطيران هيقولوا لي بقى اصل البنزين اصل الدولار. بصي ده دي كارثه كبرى، يعني دي كارثه
المنافسه الكبرى. والحقيقه يعني مثلا التيكت بارقام يعني ده موضوع محبط الحقيقه. وانا بدل ما انا ادعم البلد واجيب لها فلوس، لا، انا ادعمها بشكل غير مباشر ان انا ارخص تذكره الطياره. ما هي حكومه، ما هي دوله، فانا ارخص تذكره الطياره. مش ممكن الكروبات انه البلاد اللي بره تبقى ارخص من ان انا اجي الاقصر، مش منطقي. طب ما تشجع الناس، علشان انت هتشغل الناس هنا. فناس لازم تذكره الطياره. قالوا لك 600 و700، الكلام ده مش مظبوط. لا لا لا، ده انا على بال ما وصلت. وبعدين يقول لك ما فيش اماكن، يعني تيجي تغير الحجز يقول لك اصل ما فيش اماكن، تروح تقعد مستني. يعني خلاص انا دفعت ثمن التذكره، تفضلي قاعده في المطار تلاقي الطياره فيها 5 اماكن فاضيين، ويدفعوكي كذا مره فلوس. يعني طب ليه ما الطياره فاضيه؟ طب ليه بتقولوا للناس ان ما فيش اماكن؟ للاسف، لان هم قللوا عدد الطيارات، ولان هم بيطلعوا طيارات صغيره حوالي 73 راكب، مش الطيارات الكبيره. وشفتي احنا في المهرجان اتبهدلنا علشان في 75 راكب بضيوف جايين من افريقيا ومش لاقيهم طياره يجوا. فهي بصي، لازم منظومه السياحه والطيران لازم يندمج ويبقوا حاجه واحده، لازم يبقوا حاجه واحده يا بوسي. لانه انا بالنسبه لي، انا زي ما انا متحمسه قوي للشرم والمنطقه دي، انا متحمسه جدا للاقصر واسوان، اجمل بلد في العالم وبالمنظر ده. وطبعا انا سامعه انه احنا هنا في البلد في مشاريع كثيره بتتعمل، في كافيهات كثيره بتتبني. فاحنا طبعا يعني انا بس قبل كل ده انا عايزه اسال يا بوسي، انت بتحتفلي بينا كلنا في اعياد ميلادنا، بتسيبيناش واحده واحده. والنهارده عيد ميلاد بوسي وسايبه وبعديها معاك شغل، فانا هي ما بتسيبش حد الا ما تحتفل بيه وتجيب له تورتايه و و و و. وعلشان كده انا مضطره، اسفه، ان انا احتفل ببوسي. لا لا لا، ده بصراحه ده احلى حاجه دي يا هلم. Happy birthday to you. سنة حلوة يا بوسي، سنة حلوة يا بوسي، سنة حلوة يا جميل. يلا يا مريم، يلا يلا يا مريم، يلا 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 انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد بجد بجد. احلى حاجه ان انا بقضي عيد ميلادي مع حبايبي وعشره العمر، ويعني انا دول اهلي ودول عيلتي، وانا عشت معاهم عمري كله، بحبهم جدا. وبجد مفاجاه جميله اللي انتوا عاملينها لي، وحاطين لي الانستجرام وغرامك غرامك يا ابني. ادونا بقى عشان ناخد صوره سيلفي للانستجرام. يلا، يعني مش عارفه الشيف يعني يطلع الانستجرام. انا بشكر الشيف طبعا هنا، وبشكر فندق الهيلتون وكل المسؤولين عن فندق الهيلتون طبعا، والفرقة الجميلة فرقة الأقصر يعني كمان وردة. A small birthday gift for you. Very very happy birthday from Hilton Luxor Resort and Spa and our entire team. Only a few you can see here, but we are very happy to have all of you here. It's a great pleasure. بدل احنا ما نرحب بالاجانب، الاجانب هم اللي بيرحبوا بينا، وده شيء جميل. وطبعا فاروق ده اخويا وعشره عمره، ويعني كان دايما معايا في اعياد ميلادي، هو والهام وعمر وهاله وايناس، وطبعا وسامح الجداد الامارات الحلوين ولاد هاله اللي بيسعدوني، مريم وسامو صديقتي من الاقصر الاعلاميه والمذيعه الجميله شيرين ادريس. بشكركم كلكم، واحلى عيد ميلاد. يعني انا قلت هقضي عيد ميلادي في الشغل. سمير هو تعالى يا سمير بالبرنيطه. طب تعالى طبعا عشره العمر، تعالى جنبي، تعالى جنبي. امبارح عماله بتشتغل معايا في المؤامره. طب تعالى، دي احلى مؤامره واحلى يوم.
واتمنى عرفنا نحتفل والله يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. وبشكرك يا سمير انت رفيق مشوار الصداقه الجميله. ميرسي. كل سنه وانت طيب يا بوسي ويا رب عقبال 100 سنه واحنا مع بعض واحنا ملمومين كده ومع الناس الحلوه الامارات والجمال. الاقصر 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 تحيا الاقصر. عندي نص مليون و40 543 اصدقائي على الانستجرام عايزه مليون، عايزه يبقوا مليون. السنه الجايه اعمل لك التورته مليون مليون بس تبقى مليون. اوعدوني اوعدوني مليون دولار. اصحابي على الانستجرام احلى من مليون دولار. برافو طبعا الصداقه والمحبه احلى حاجه. يعني عايزينك تقول كلمه للاقصر بما انك بتستثمر هنا وعامل حاجات جميله وانت من اوائل الناس اللي جيت وعملت حاجه. وانا جيت صورت عندك السنه اللي قبل اللي فاتت شيء جميل وروعه. يعني الاقصر دي ديستنيشن محطه لوحدها ممكن تسوق نفسها بنفسها وتنفصل عن كل الدنيا. الاقصر مش بس سياحه اثار، لا الاقصر سياحه مناخ، سياحه بيئه نظيفه، الاقصر سياحه ثقافه للعين. بص المنظر اللي احنا قدامه ده فظيع. ايه ده؟ يعني العراقه والمودرن يعني عاملين الاثنين. بص العين دايما في حاجه اسمها الثقافه البصريه. الثقافه البصريه تثقيفة العين تاتي بالمناظر الحلوه والعين تتذوقها وتبدا ترتقي بيها. على فكره العين لما بتشوف بينعكس على الوجدان طبعا، ترتقي المشاعر وترتقي الاحاسيس وترتقي سلوكيات الناس من مشاعرها واحاسيسها. فالاقصر منظومه كبيره جدا، منظومه فيها عبق الماضي وفيها برضو الحضاره الحديثه. شفتي ملاعب الجولف وشفتي فهي ديستنيشن كامله متكامله. انتوا كرجال اعمال يعني بعيدا بقى عن الحكومه وبعيدا عن يعني الحكومه مش قادر تعمل كل حاجه، اجتهاداتكم الشخصيه تتجمعوا انتوا تعملوا. احنا بدانا نفكر بهذا الاسلوب لكن بصي ما ينفعش تفصلي الاجهزه التنفيذيه عن الفكر الشعبي او فكر المنظمات المدنيه. ولذلك انا بعتقد ان المحافظ محمد بدر الحقيقه بدا يفكر في تشكيل مجلس امناء من مجموعه من رجال الاعمال تبدا تبحث منظومه الاستثمار في هذه المنطقه. بالظبط يعني انا بقول انتوا منكوا فيكوا، انتوا ده شغلكوا ده البيزنس بتاعكوا ودي بلدكوا وانتوا يعني ليكوا استثمارات هنا. انتوا تجتمعوا يعني الاقصر فيها الاثار وفيها كل حاجه، النيل وفيها الجو وفيها الناس وفيها كل حاجه، لكن برضو ناقصها شويه مشاريع خدميه. يعني انترتينمنت بصي عايز اقول يعني حاجه زي الجونه كده المطاعم. يعني لغايه دلوقتي هنا ما فيش مثلا الحاجات بتعجب السياح، المطاعم اللي هي السريعه، الحاجات اللي هي على مزاجهم. يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله. لكن خلينا نكون قايم معاكي، يظل الروتين في هذه البلد قاتل لكل طموحات وكل امال المستثمرين. هل تتصوري شوف الجولف احنا بنيه بقاله كام سنه؟ بقاله 12 سنه لحد دلوقتي نحن نغوص في دهاليز الزراعه عشان ناخد موافقه ترخيص ليه؟ عشان نبني الانترتينمنت اللي بتتكلم عليها اللي هي مناطق البانجلوز مناطق. برضو احنا محتاجين هنا بدل ما الاثار تتحط في مخازن تتحط في معارض تتحط في اماكن تكون جاهزه ليها. كل الكلام ده موجود عندنا في مساحه قدرها 500 فدان جنب مدينه طيبه.
تخيلي بقى ان ايه انك انت تفاجئي ان روتين موقف لك كل حاجه لازم في الزراعه. موافقة الزراعه موافقة الاثار، موافقة الاثار يقول لك موافقة السياحه وهم بيبطوحوك لبعض. الفساد انا بقول لك هو اعلن بصوت عالي الفساد كله في الزراعه وفي هيئه التنميه الزراعيه، وانا اللي بقول لك الكلام ده لان احنا بيطالب مننا شيء ما بنقدرش نعمله لان احنا بنحافظ على سمعتنا وبنحافظ على اسمنا. دكتور محمود عماره طلع كتير وقعد يقول الكلام ده في التلفزيونات ما حدش بيقول اهو، وانا بقول يحط قدامك سبت عيش ويقول لك المكسر ما تاكلوش والصحيح ما تكسروش وكله يشبع. يا عم انت مش بتشتغل ليه؟ انت ما ادتنيش اصلا ترخيص. طب انت ما دام ما اشتغلتش هنسحب منك الارض. الارض مسجله يهبل يا عبيط وما تقدرش تسحبها، تقدر تروح تاخدها بالقانون بالمحكمه، وانت لازم تديني تسريح. فللاسف الشديد ان الفساد ضارب اطنابه في هذه الاجهزه، واحنا مش ممكن ابدا هننساق الى دفع فرشاوي او هننساق. انا بكلمك بامانه، وبالتالي الاستثمار واقف في الاقصر بسبب واحد بس، فساد المحليات وفساد وزارة الزراعة. اقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتمسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. حافظ الاقصر رجل نشيط وبدا ياخد الموضوع على عاتقه وتحمل. وبصراحه انا يعني بص محمد بدر عشان شاب وطموح وعنده افكار محافظ محمد وبجد يعني المعارف. انا بحييه، يعني انا كنت كل سنه باجي احاول ادخل حتشبسوت، احاول ادخل معبد الاقصر، احاول اروح المعالم يقول لك ممنوع موافقه الاثار موافقه السياحه موافقه 20 موافقه. طب انا جاي اعمل ايه؟ انا جاي نشط السياحه افرج الناس اللي بتشوفني في امريكا وكندا والبلاد العربيه البلد هيشوفوا ايه. المحافظ السنة دي قلت له الكلام ده، عربية من المحافظة نزلت فتحت كل المعابد صورنا في كل الأماكن، الصورة طلعت جميلة للناس، كان رد الفعل جميل. فده راجل بيحكي. أنا بقول لك إيه، هو وجود بس المحافظ ما هوش المنظومة كلها، إيد لوحدها مش هتسقى. المنظومة فيها محليات، فيها وزارات مختلفة، فيها وزارات مركزية، في جوه الوزارات المركزية لازم شوف، برغم إن أكتر وزارة اتحط فيها ناس في السجن بما فيها من الوزير ما اعرف بغض النظر اذا كان مظلوم ولا مش مظلوم، واخد بالك ازاي؟ لكن عايز اقول لك للاسف الشديد ان الفساد ما زال يغوص باطنابه فيها، واحنا مش عارفين نشتغل، مش عارفين، لاننا مش هنلجا الى اسلوب غلط، وكفايه ان احنا بنحط فلوس وبنستثمر هنا. مش هنقدر بقى نبقى ابتزاز للاجهزه والناس، دي مسألة غير واردة دلوقتي خلاص. لا مش بعد ده كله هنرجع تاني لابتزاز حد، ولكن انا بقول انتوا تتجمعوا تعملوا بيان لرئيس الجمهورية ينزل في كل السلبيات اللي انتوا شايفينها مع المحافظ ويتعمل في كل الجرائد. بصي بدأ المحافظ يشكل مجلس امناء من مجموعة من رجال الاعمال، وانا اعتقد ان دي بادرة وبداية جادة وبداية صحيحة. برضو الرئيس بدأ يشكل مجموعة من رجال الاعمال حوالي 7-8 يحلوا مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس الوزارة. لكن بعد ما الرئيس قال، هل المجموعة دي اجتمعت مرة واحدة؟ هل رئيس الوزارة دعاها مرة واحدة؟ هل بدأوا فعلا تقوم المجموعة دي بالمهام والتكليفات اللي عند الرئيس؟ ما بنقدرش نعمل حاجة لوحدينا، لازم الحكومة تتعاون معانا على الأقل وتدعو تديكوا التصاريح وتسيبكم. تدعو الاول اجتماع للجنه اللي قال عليها الرئيس اللي فعلها سياده الرئيس، تشوفوا افكاركم. لم تجتمع مره واحده يا اخوانا، مش ممكن. الرئيس بيسير بمعدلات سرعه عاليه جدا جدا، هو مش هيعمل كل حاجه لوحده، واحنا للاسف الشديد الاجهزه الحكوميه، وانا بقول اهو بصوت عالي، والاجهزه الحكوميه للاسف الشديد واخد بالك ازاي بتسير بسرعه التوك توك، والرئيس ماشي بسرعه الطياره. ففرق السرعات ده لابد انه يتظبط، ولازم الحكومه تجري شويه والرئيس يتابع اللي بيقوله، لان اللي بيقوله ما بيتنفسش للاسف الشديد. يعني فين اللجنه اللي شكلها سياده الرئيس وانا بشرف ان انا اكون واحد فيها، واخد بالك ازاي، علشان تحل مشاكل الاستثمار وتحل مشاكل المستثمرين وتعمل فيجن من واقع عملي ومن ممارسات عمليه، مش بس نظريه وتطبيق، منهج علمي وممارسه ومعايشه. انا بعتقد ان الفترة دي ان الاوان الصوت يعلى شوية والحركة تزيد شوية
في مجال الاستثمار ومجال التنمية. ده أملنا، وإن شاء الله السنة الجاية هنيجي هنلاقيكوا عاملين حاجات جميلة وحاجات حلوة للبلد، ويكون الرئيس سمعنا من خلال البرنامج، وإنتوا كمان من خلال إن إنتوا تبعتوا له جوابات رسمية ترسلوا تشوفوا إنتوا الاجتماع بتاعكوا ده، وإن شاء الله نيجي نبارك لأهل الأقصر على التطور الجديد اللي جاي. قبل ما أختم يا بوسي، نهضة مصر عنصرين مكملين لبعض وواجهين لعملة واحدة، أمن واستثمار، أمن واقتصاد، أمن انفيرومنتال علشان الاستثمار يحصل فيه يعني مناخ للاستثمار ده ومناخ للتنمية. إن ما حصلش الكلام ده إحنا والله العظيم يا هوشي في أمل، إحنا إيجابيين هيحصل، على خطر عظيم. إحنا الحيتان عندنا تفاؤل ودايما بنشوف الدنيا هتبقى حلوة. أيوة، أعياد ميلاد، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنت طيب، وأملنا وأمنيتنا في السنة الجديدة لينا إن إحنا نشوف مصر جميلة، وأنا عندي تفاؤل كبير إن الأيام اللي جاية أحلى، ولسه اللي جاية أحلى لمصر إن شاء الله، بيكوا بأهل مصر وبكل واحد بكل أولاد مصر إن شاء الله. طبعا احنا كلنا النهاردة تحت رعايته، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة، وزي كل مرة بقابله فيها بقوله ما ينفعش بس الأقصر، احنا عايزين نروح كل المحافظات، وانا شايفة انها فكرة ناجحة، فكرة جميلة بتجذب كل الضيوف اللي بيجوا. يعني لو شفت النهاردة المهرجان وحضرتك حضرت السنة اللي فاتت، هتلاقي المهرجان كبر، الضيوف اكتر، الناس عايزة تيجي، يمكن اكتر ما بيجوا القاهرة، يعني المحافظات بيبقى عليها اقبال. فاتمنى ان شاء الله برضو ان نشوف في اسوان، نشوف في سيوة، نشوف مهرجانات سينمائية جميلة زي الاسماعيلية، يعني يبقى في كل محافظة فيها مهرجان. في انا موافق حضرتك تماما في ده، احنا بنجهز المهرجان في اسوان، وفي تجهيز المهرجان في شرم الشيخ واخر في الغردقة. وانا يعني قلت قبل كده وما زلت بتمنى وبحلم ان يجي اليوم اللي يبقى في كل مدينه مصريه ليها مهرجانها الخاص السينمائي، وليها مهرجانها المسرحي، وليها معرضها الخاص للكتاب، وانه فكره ان احنا هنعيش على انه كل شيء في القاهره دي اصبحت فكره خارج الزمن. القاهره هي العاصمه وتظل هي المدينه الام وكل شيء، لكن لابد من قدر من العداله الثقافيه والفنيه تتحقق في مصر جغرافيا وفي الاقاليم. ده حتى بعيدا عن الفن والثقافه، هي الناس كلها عايزه تيجي من الاقاليم وتعيش في القاهره وتعمل زحام، لانها لو لقي اهتمام في المدن ما كانتش هتفكر في هذا في عمليه الهجره الداخليه. فاحنا بنعمل ده وهنعمله ان شاء الله في السنين الجايه ان شاء الله. طب حضرتك يعني دلوقتي لقيتك برضو ان انت رشحت النجم الكبير عادل امام لرئاسه مهرجان القاهره، ودي فكره جميله، واحنا طبعا بنتمنى ان يبقى في وجهه مشرفه لمهرجاننا، مهرجان القاهره السينمائي، لان ده المهرجان الاساسي اللي طلع منه كل المهرجانات دي طبعا. بس انا طبعا عارفه ان استاذ عادل بيصور ومش فاضي يعني مش هيقدر ان هو، بس ما زالت الفكره لازم تكون موجوده، عندنا نجوم، عندنا شباب، الفكره موجوده وقائمه. هو الاستاذ عادل احنا اتكلمنا من اكتر من اسبوع وهو اعتذر، لانه عشان بيصور ومشغول باشياء كثيره، كنا نحب ان هو يبقى موجود معانا رئيس شرفي، لكن الفكره موجوده وهتنفذ ان شاء الله. حضرتك تقول ايه النهارده بقى يعني في الاحتفاليه الكبيره، الضيوف الافارقه، في ست وزراء ثقافه جايين، في عدد كبير من وزراء الثقافه، يعني موجود احنا قاعد معانا وزير ثقافه السودان، وكان وموجود ايضا وزير ثقافه الساحل العاج، وفي عدد كبير من وزراء الثقافه الافارقه جايين، وعدد اكبر من السفراء الافارقه. مفيش بروتوكول ثقافي فيما يتعلق مع السودان؟ في عندنا بروتوكول ثقافي وفني مفروض هنوقعه يوم الاثنين.
هو جهز خلاص والخارجية اعتمدته هنوقعه يوم الاثنين. فيما يخص ساحل العاج اتفقت مع السيد وزير الثقافة في ساحل العاج ان احنا هنعمل بروتوكول ويراجع من الخارجية عندهم والخارجية عندنا، وده غالبا على شهر ابريل هيكون جاهز، لان وزير خارجية ساحل العاج جاي يزور مصر في ابريل القادم، فان شاء الله نوقعه وقتها ان شاء الله. حضرتك وجودك هنا بصيت بس على قصور الثقافة الأقصر. زرت قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة بهاء طاهر، وشفت ايضا مكتبة مصر العامة اللي موجودة هنا، شيء مبشر وشيء جميل. ازاي الحال؟ لا والله في يعني في اقبال، اهم شيء هيحصل حاجة فيهم يعني؟ لا هم شغالين كويس. قصر ثقافة الأقصر شغال كويس، كويس جدا. قصر ثقافة بهاء طاهر شغال كويس، وفي انشطة ثقافية وفنية، وفي كمان كنا افتتحنا هنا من عدة شهور بيت الشعر موجود هنا بيستضيف اعداد من الشعراء المصريين وشعراء عرب، وبيجهزوا المهرجان للشعر هنا في الأقصر ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، يعني يا ريت الفترة اللي جاية نشوف تبادل بين البلاد وقصور الثقافة بتاعتنا في كل المحافظات، ايضا بتطلع لنا نجوم بنحبها وبنعتز بيها ويكون عليه فيها اهتمام، لان احنا لو بدأنا بقصور الثقافة اعتقد مش هيبقى فيه ارهاب ان شاء الله. احنا بدينا فعلا في قصور الثقافة في تطويرها، لكن هي مشكلة الارهاب محتاجة تكاتف مش بس قصور الثقافة، كل اجهزة الدولة والمجتمع المدني ايضا ان شاء الله. كله مع بعض، كله اكيد كله لازم، هو في نهاية الامر لازم في نهاية الامر وطن واحد وامة واحدة ان شاء الله. بشكر حضرتك ومبروك المهرجان. شكرا يا فندم. شكرا. الف شكر. سفيرة الفن وسفيرة مصر وسفيرة الأقصر وسفيرة السياحة ومحبة لكل جزء وكل شبر في مصر، إلهام شاهين اللي دايما متواجدة عشان مصر وتنشيط السياحة وفي كل المحافظات وأي حاجة لخدمة الوطن بنلاقيها موجودة. النهاردة في الأقصر المهرجان اللي ما بتفوتش سنة إلا لازم تكون موجودة فيه، حتى لو عندها تصوير، عندها ليالي الحلمية السنة دي، ولكن أصرت إنها تيجي الافتتاح وتقعد يوم وترجع تكمل شغلها، لانها عارفة اهمية المهرجان والضيوف الافارقة اللي موجودين، اهمية تنشيط السياحة، اهمية انها تقدم بلدها الجميلة من خلال القنوات العالمية اللي جاية والقنوات العربية. الهام شاهين بقولك دايما محبة لمصر، دايما نتقابل في الاقصر على الاقصر اجمل بلد في الدنيا. المنظر اللي احنا شايفينه ده ولا في اي مكان في العالم، ربنا مدينا خير والجمال مش موجود عند اي حد. فأنا جاية بالدرجة الأولى أنا أستمتع، أنا أقضي أجازة جميلة، أشوف أصحابي الحلوين زي كده يا بوسبوس وأحتفل بيكي. دي أحلى حاجة النهاردة، المفاجأة اللي عملتها لي طيبة، ونستمتع كلنا بالنيل الجميل والمناظر الجميلة في الأقصر. بجد بلدنا حلوة قوي قوي، فده أولا إحنا جايين نستمتع، وفي نفس الوقت طبعا إحنا في مهرجان سينمائي ثقافي مهم. الهام، بما انك يعني حاسه باحاسيس الجمال اللي موجود في الاقصر، هناخدك جوه النيل بقى، هنركب المعديه ونكمل بقى الكلام. أيوة. جوه والنيل ورانا بقى واحنا ماشيين، وتكلميني عن حتشبسوت حبيبتك. حبيبتي اللي انا رايحه مش قادره اقول لك النهارده المهرجان معمول عشان الهام شاهين، لان هي متقمصه شخصيه حتشبسوت، والنهارده اول مره الافتتاح يتعمل هناك. فنتكلم عن حتشبسوت وعن الافتتاح. اليوم يومك يا الهام، والنهارده احنا بنحتفل بحتشبسوت الهام شاهين، وهنطلع على المعديه وتكلميني عن غرامك هنا بحتشبسوت. غرامك وغرامك فاتن حمامه الاثنين حدثين، الافيش والافتتاح، يعني حمامه وعمر الشريف والاثنين اسماء بتتكرم، واهداء هذه الدوره لروح النجم العالمي العظيم عمر الشريف، ووجودنا لاول مره المهرجان يبقى الحفله الافتتاح في معبد حتشبسوت. السنه دي سنه مميزه جدا مهمة جدا جدا، وانا سعيدة الحقيقة قوي. الى المعدية مرة تاني. و
وفكرة حقق حلمك وقابل نجمك. حققنا الحلم وجالنا النهاردة من إنا محمود طلب على صفحتنا أحلى النجوم إن هو يشوف إلهام شاهين وتابعنا معاه وقابلناه هنا في الأقصر. أهلا بيك يا محمود. أهلا مدام بوسي، نورتي الأقصر ونورت الصعيد كله. متابع حملة حقق حلم؟ آه متابع مع حضرتك وكنت متواصل مع حضرتك، وإن شاء الله النهاردة أتحقق حلمي إن أنا أقابل مدام إلهام، والشكر ليك يعني. ايه رايك في الفكره؟ عجباك ان ممكن الفكره دي فيها بتحققي حلم ناس كتيره؟ يعني لما بيبقى واحد من الفانز نفسه يقابل فنان بيبقى شعور جميل جدا ان في اليوم ده بتحققي له حلمه. بتحب الفن يا محمود؟ اه بحبه. متابع؟ لا 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 متابع بس. انت بتشتغل ايه؟ انا تدرس؟ لا معيد في تربيه رياضيه. تربيه رياضيه؟ انت عايش في هنا وجاي مخصوص؟ مخصوص. يعني طبعا انا سعيده. اول مره تحضر مهرجان؟ اول مره احضر مهرجان الاقصر، بس دايما بتشوفه معايا في احلى النجوم على طول دايما مشرفانا. سافرت السياحه طبعا مدام بوسي. يعني يلا بينا بقى نقابل الهام شاهين ونحقق له. بينا. يلا بينا مدام. منور وتحيه لينا وللصعايده، وحقق حلمك. ابعتوا لنا على الانستجرام وعلى صفحه احلى النجوم على الفيسبوك، ولسه الاحلام كتير والنجوم. وحققوا حلمكم مع بوسي شلبي في احلى النجوم.